أهداف مشروع مصفاة الزور الرئيسية توفير مصدر آمن وثابت لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من منتج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، إنتاج 340 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية بهدف تصديرها للأسواق العالمية، التوافق مع أحد الأهداف البيئية في دولة الكويت بتحسين نوعية الهواء من خلال تقليل انبعاثات أكاسيد الكبريت المنبعثة من محطات توليد الطاقة الكهربائية. تأمين بديل لمصفاة الشعيبة بعد إغلاقها من حيث توفير المنتجات البترولية عالية الجودة. المساهمة في خطة التنمية وتفعيل دور القطاع الخاص بإيجاد فرص عمل في الأعمال المساندة في مرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع، خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية. الكويت وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، قامت بالتشغيل الكامل لمصفاة الزور. كاميرا كويت جديدة راح تسلط الضوء اليوم على هذا المشروع الضخم. في البداية مهندس عمر، نبي نتكلم بشكل مفصل عن مصفاة الزور. تعد مصفاة الزور ضمن أكبر 10 مصافي تكرير عالمية، وهي إحدى أهم المبادرات الرئيسية في استراتيجية مؤسسة البترول 2040، والتي تهدف إلى التوسع في الطاقة التكريرية للدولة، وتبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا من خام التصدير الكويتي الخفيف، وتمثل تقريبا 43% من إجمالي الطاقة التكريرية لدولة الكويت. تقع مصفاة الزور على بعد 90 كيلومتر جنوب البلاد، وتبلغ مساحة المصفاة 16 كيلومتر مربع، مما يميز مصفاة الزور بأنها تتكون من 3 مصافي مصغرة تضخ العديد من منتجات تكرير النفط عالية الجودة، ومن أهم هذه المنتجات وأبرزها النفثة بسعة 86 ألف برميل باليوم، وقود محركات الطائرات بسعة 99 ألف برميل باليوم، الديزل المنخفض الكبريت بسعة 147 ألف برميل باليوم، زيت الوقود منخفض الكبريت بسعة 225 ألف برميل باليوم، وكذلك من أبرز المنتجات هو الكبريت الصلب بمقدار 2500 طن في اليوم. بشنو تمتاز منتجات مصفاة الزور؟ طبعاً تمتاز منتجات مصفاة الزور بأنها صديقة للبيئة، حيث أن هذه المنتجات عالية الجودة مطابقة للمعايير والمواصفات للأسواق العالمية. ما هو حجم الطاقة التكريرية يومياً في مصفاة الزور؟ تصل قدرة المصفاة على تكرير 615 ألف برميل من خليط من أنواع النفط الكويتي المختلف، النفط الخفيف والنفط المتوسط والنفط الثقيل والنفط الأيوسين.
كيف حرصت كيبك على مراعاة الاشتراطات البيئية في مصفات الزور؟ تحسين نوعية الهواء من خلال تقليل انبعاثات أكاسيد الكبريت المبعثة من محطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث انخفض معدل الانبعاث بنسبة 75% عن الوضع السابق، بما يتوافق مع الأهداف البيئية في دولة الكويت. معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها وتصريفها، تنفيذ استراتيجية قوية للتعامل مع النفايات الصلبة والتحكم فيها. وفق الدراسات مهندس عمر، شلون راح يكون الطلب على منتجات مصفات الزور عالميا؟ حرصت مصفات الزور على أهمية تحسين المنتجات بمواصفات عالية الجودة كالديزل والنفثة والكروسين والزيت الثقيل بمتطلب المواكبة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية. من أحد قاعات التدريب معنا المهندسة نهى، محلل أول مراكز تدريب من ضمن خطة مؤسسة البترول الكويتية في تمكين العنصر البشري. قامت شركة كيبك بإنشاء أكاديمية، خلنا نتكلم عن هذه الأكاديمية. إيمانا برؤية الشركة في إطلاق العنان في إمكانيات العنصر البشري والوصول للتميز التشغيلي، عندنا أصبح مفهوم التدريب الآن يعني عملية مستمرة وخيار استراتيجي في منظومة تنمية الموارد البشرية. أصبح التدريب أيضاً ركيزة أساسية في نجاح أي شركة، فإحنا لازم نهتم في تدريب العاملين لما له مفعول في تحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاجية والمساهمة في تحسين جودة العمل، وبالتالي زيادة في رضا العاملين عندنا بالشركة والمجموعات اللي موجودة. ومن هذا المنطلق طبعاً تم إنشاء مبنى الأكاديمية أو أكاديمية مصفات الزور كأحد المباني الرئيسية الموجودة في مجمع الزور النفطي، وإقامة برامج تدريبية فنية ومهنية من قبل مدربين عندنا معتمدين من العاملين في الشركة من ذوي الخبرة والمختصين في مختلف المجالات المهنية. وغير كذي احنا نستعين في شركائنا في النجاح وشركاء الاستراتيجيين من الشركات العالمية اللي هي ساعدت في مشاريع مصفات الزور او في مشاريع مجمع الزور النفطي، فاحنا نستعين في خبراتهم وخدماتهم التدريبية واستشاراتهم على قدر من الجودة والتميز. وأيضا عندنا برامج تدريبية نتبادل فيها الخبرات من قبل المؤسسات الأكاديمية اللي موجودة عندنا في الدولة. مهندسة نهى، خلينا نتكلم عن أهم البرامج اللي تنظمها الأكاديمية للعاملين
في الشركة وحديثي التعيين؟ طبعا تعمل أكاديمية كيبك كجزء من مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي بتقديم حلول تدريبية فعالة كضمان لبناء كفاءات فنية عالية مختصة في تشغيل مرافق مجمع الزور النفطي. وطبعا الوصول للتميز للأداء احنا وايد نهتم بالكوادر الجديدة خصوصا مشغلي الحقول، فبناء على ذلك احنا ننظم لهم برامج تدريبية خاصة فيهم، برامج فنية للتشغيل، وغير ان برامج تدريبية في غرف المحاكاة لتدريبهم على تشغيل المصفات والحقول. وطبعا احنا وايد نهتم بالجانب الصحي والامن والسلامة والبيئة، فننظم برامج تدريبية خاصة بالصحة والسلامة والبيئة وبرامج تأهيلية حول استخدام نظام إدارة أداء الوصول اللي هو اسمه BSM عندنا. بالإضافة إلى ذلك طبعا تسعى الأكاديمية للتنسيق مع فريق العاملين في نفس المجموعة اللي هو مجموعة التطوير والتدريب الوظيفي لتنفيذ برامج تدريبية تعريفية مكثفة للموظفين حديثي التعيين. يعني لازم نعرفهم على كل المجموعات اللي موجودة بالشركة عن كثب، وطبعا احنا دايم حريصين على تعزيز التعاون المشترك بيننا وبين الشركات التعليمية اللي موجودة بالكويت. في عندنا اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أكاديمية مثل جامعة الكويت، الجامعة الأسترالية، الجامعة الأمريكية، نستفيد من خبراتهم ونقيم معاهم محاضرات ودورات فنية تفيد الموظفين. مشروع مصفاة الزور هو مشروع وطني استراتيجي وبيئي لبناء مصفاة جديدة في مرحلة واحدة بطاقة تكريرية تبلغ 615,000 برميل يومياً. تقع مصفاة الزور على بعد 90 كيلومتر جنوب دولة الكويت وتقدر مساحتها ب 16 كيلومتر مربع. يتميز المشروع بسعة تخزين استراتيجية تقدر ب 6.5 مليون برميل. بخصوص التقنيات المستخدمة في الأكاديمية وقاعات التدريب، خلينا نتكلم عن هذا الجانب. طبعاً تم تصميم مبنى أكاديمية مصفاة الزور بأعلى المواصفات الفنية المطلوبة عشان نوفر بيئة تدريبية مناسبة للعاملين من خلال مراعاة الجانب المعماري مثل ما أنتم شايفين في المبنى. طبعاً استخدمنا مواد مستدامة لتكسية المبنى من الخارج، وموفرين إضاءات من المناور اللي موجودة في المبنى عشان تأتينا الإضاءة الطبيعية من الخارج. طبعاً أهم بعد وفرنا واستخدمنا عوازل للصوت في القاعات التدريبية اللي موجودة داخل المبنى. يحتوي المبنى الأكاديمي على مرافق متعددة، عندنا تقريباً 14 قاعة تدريبية تشيل 300 موظف أو متدرب في الوقت الواحد، وعندنا بعد غرف المحاكاة، عندنا مختبرات للحاسب الآلي، وغرف لعرض المجسمات المتعلقة بالمواد التدريبية، وطبعا عندنا قاعة رئيسية كبيرة متعددة الأغراض نقيم فيها الإيفنتات والمحاضرات التدريبية اللي تكون على مستوى عالي. التشغيل الكامل لمصفاة الزور يحقق هدف استراتيجي للدولة يتمثل بتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة، على وعلى أن هذه المصفاة ستصنع منتجات جديدة من شأنها فتح أسواق عالمية جديدة، الأمر الذي سيسهم في تطوير الصناعة النفطية في الكويت والصناعات اللاحقة.
مهندس غازي، نبي نعرف البداية شلون يتم تخزين منتجات مصفاة الزور ومن ثم نقلها إلى الأسواق العالمية؟ طبعا يتم تخزين المنتجات عن طريق الخزانات الموزعة في أرجاء المصفاة، ويقدر عددها ب 66 خزان. وبالنسبة لنقل هذه المنتجات فيتم تصديرها عن طريق البواخر اللي توصل عندنا في الجزيرة الصناعية، وحاليا يقدر عدد البواخر لحد الآن أكثر من 300 باخرة تم تصديرها إلى خارج دولة الكويت. إنزين، نبي نعرف ما هي أهم الأسواق العالمية لمنتجات مصفاة الزور وما هي المنتجات؟ طبعا لله الحمد نجحت مصفاة الزور في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة حول العالم، وهذه الدول تندرج تحت السوق الآسيوي والسوق الأفريقي وأيضا الأوروبي وأمريكا الجنوبية والشمالية. والمنتجات هذه يندرج تحتها الكيروسين والنفط والزيت الثقيل وأيضا الديزل والكبريت الصلب. تحتوي المصفاة على وحدة إزالة الكبريت من الزيت الثقيل، خلينا نتكلم عن هذا المجمع. نعم، يعتبر أكبر مجمع لوحدة إزالة الكبريت في العالم بطاقة استيعابية 330 ألف برميل باليوم. طبعا وحدة إزالة الكبريت من الزيت الثقيل تعتبر من أصعب الوحدات تعقيدا بالمصافي حول العالم، وتشغيل هذه الوحدة شكل تحدي كبير لجميع موظفي الشركة، ونشعر بالفخر لكوننا اكتسبنا الخبرة الكافية في تشغيل هذه الوحدة اللي تعد هي قلب المصفاة النابض. طبعا مختبرات الزور تتكون من أربع أقسام، اللي هي مختبر الماي ومختبر الزيت ومختبر الشهادات النهائية ومختبر الغاز، وتتكون من 400 جهاز وتستخدم في التحاليل أكثر من 500 مادة كيميائية. يتم تطبيق أعلى المعايير العالمية مثل ASTM والUOB والIB، وبالنهاية إحنا الحين في مراحل نهائية للحصول على شهادة اعتمادية المختبر ISO 17025 17025، شهادة اعتمادية المختبر العالمية. طبعا دور المختبر في التشغيل وصول جميع العينات من الوحدات التشغيل، ويتم فحص العينات بالمختبر لتحديد كفاءة المصفاة. دور المختبر في تصدير المنتجات البترولية هو إصدار الشهادات النهائية الخاصة بالمنتجات البترولية، وتم إصدار إلى الآن منذ بداية التشغيل أكثر من 700 شهادة خاصة بالمنتجات البترولية المصدرة. يستقبل المختبر يومياً أكثر من 500 عينة، ويتم تحليل أكثر من 1200 تحليل على العينات. ومنذ بداية التشغيل إلى الآن تم استقبال أكثر من بليون عينة، وتم تحليل أكثر من 12000 تحليل خاص للعينات.
تشغيل مصفاة الزور يعتبر إنجاز يفتخر فيه كل موظف لشركة كيبك، وهذا كان بعد سنوات طويلة من العمل على هذا المشروع، وبالنهاية قدرنا نشغل التشغيل الآمن للمصفاة. ونود أن ننوه أن مشروع مصفاة الزور يعتبر من أكبر المشاريع اللي نفذتها الكويت في السنوات الأخيرة. شنو هي الخطط المستقبلية لتطوير الأكاديمية؟ طبعاً اعتمدت الأكاديمية أحدث تقنيات تعلم في مجال الواقع المعزز وأساليب التدريب الفني في الواقع الافتراضي، عشان إحنا نبي ننفذها في أكاديمية مصفاة الزور، وراح نواصل مسيرة تدريب العاملين عشان يصيرون مدربين معتمدين ويقدمون برامج تدريبية ويصممون المحتوى الفني التدريبي المطلوب لتدريب العاملين في المصفاة. طبعاً احنا نعتز ونفتخر بأن نكون من ضمن الفريق الذي شارك منذ بداية التشغيل إلى نهاية التشغيل الكامل الخاص بمصفاة الزور، والذي يعزز مكانة الكويت ضمن صناعة النفط والغاز. شلون تساهم مصفاة الزور في تعزيز الخطة الاستراتيجية اللي وضعتها مؤسسة البترول في خطة 2040؟ كما تعلمون أن أحد أهداف وتطلعات مؤسسة البترول الكويتية هو التوسع في الطاقة التكريرية للمصافي في دولة الكويت، وذلك بضخ منتجات عالية الجودة ومطابقة للمعايير والمواصفات للأسواق العالمية. جهود واضحة تقوم بها الدولة للنهوض بالبلاد وتحقيق رؤية كويت طموحة 2035.